أعلنت الصين تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ نيسان أبريل الماضي، بينما تخضع أحياء في بكين لإجراءات عزل، ما يثير مخاوف من موجة ثانية لوباء كوفيد-19. وأعلنت السلطات الصحية أن 36 من تلك الإصابات الجديدة محلية وسجلت في العاصمة، حيث أغلقت السلطات سوقاً كبيراً لبيع المواد الغذائية وفرضت إجراءات عزل على الأحياء المجاورة له. وبينما أبدى السكان في أنحاء أخرى من بكين خشيتهم من عودة انتشار الفيروس، بدأ آخرون أقل قلقاً. أظن أن الوضع جيد هنا ونحن بعيدون كذلك. جميع السكان هناك سيخضعون للفحوص، لذا لا بأس، كما أن حركة الناس محدودة هنا، لذا لست قلقة. وهز اكتشاف الإصابات المحلية الجديدة الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول ديسمبر الماضي، وتم تطويقه بفضل إجراءات حجر صارمة جدا فرضت في الكثير من دول العالم في وقت لاحق، كما كشف الصعوبات التي يواجهها العالم في القضاء على كوفيد-19.